بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن العقيدة الإسلامية التي جاءت بها الرسالات كلها هي بمنزلة عظيمة في الإسلام، إذ هي أصل الإسلام وهي مقياس لصحيح الدين من فاسده. ومن هنا استمع علماء الإسلام علماء أهل السنة والجماعة لبيان هذه العقيدة وشرحها والدعوة إليها والذب عنها، وألفوا في ذلك مؤلفات وضمنوا كثيرا منها في ثنايا المؤلفات. ولقد ألفت في ذلك الكتب الصغيرة والكبيرة، فمن المؤلفات السنة لعبد الله بن أحمد في هذا المجال، والسنة للخلال، والشريعة للآجري، والشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، والإبانتين لابن بطة، وغير ذلك من المؤلفات التي اهتمت بالعقيدة لعلم هؤلاء الأجلاء بمنزلتها ومكانتها، وأن المنحرف في شيء منها أو في أصل من أصولها على خطر، قد يكون ذلك الانحراف كفرا، وقد يكون بدعة وضلالة، وقد يكون. من هنا يجب على طلاب العلم أن يهتموا بدراسة هذه العقيدة والأصول التي قامت عليها. ولعلكم تعلمون أيضا أن البخاري قد أورد في صحيحه كتاب الإيمان وكتاب الاعتصام وكتاب التوحيد، وهذه كلها عناية بالعقيدة وبأصول الإسلام. كذلك أبو داود في كتابه السنة من كتابه السنن في آخر الكتاب لذلك العقيدة والمنهج، ومسلم كتاب الإيمان يلتقي مع هذه الكتابات عن العقيدة لأهميتها. ومن الرسائل المختصرة التي ألفت لبيان العقيدة هذا الكتاب الذي ألفه الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، ذلك الإمام الجبل العظيم، جبل السنة والإيمان والزهد والورع، والذي كان مقياسا ومحنة يتميز به أهل الحق والسنة وأهل البدعة والضلال، ولا يزال منهجه محنة إلى يومنا هذا، والأصول التي قارئ عليها وصار عليها لا تزال محنة للناس للآن، فمن شد عنها والله قد امتحن بأحمد منهجه. كان أحمد محنة، الذي ينال منه يدل على ضلاله وخبزه وشره، والذي يعظمه ويقدره كان يعلم الناس أنه من أهل السنة، لأن ما يعظم ويبذل أحمد أو غيره إلا من أجل هذه السنة
ولا نبل أحمد وتبوأ هذه المكانة وغيره كالشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وغيرهم ما نبلوا ونبهوا في الأمة وربموا فيها إلا بتمسكهم بالسنة واحترامهم لها ودعوتهم إليها وذبهم عنها. فأعرفوا قدر السنة وأعرفوا أهلها وقدرهم والزموا غرزهم وترسموا خطاهم فإنهم والله كانوا على هدى مستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى طريقة الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. فعليكم بهذا درسوا هذا السيد الصغير الذي لعل نمر عليه بسرعة لأن هذا نظام الدورات ما ينبغي فيها التوسع والمرور عليها يحكينا إن شاء الله مع بعض الملاحظات حسب المستطاع. وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يثبتنا على صراطه وأن يجنبنا وإياكم سبل الهوى والضلال وأن ينفعنا بهذا الكتاب غيره من كتب الإسلام ولا سيما كتب العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة. فتفضل اقرأ من البداية. بارك الله فيكم. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب والحمد لله من كتابه في جهل ربيع الاول فحدثنا عن مسلم بن ابي قال حدثنا عن جعفر بن سلمه بن جماعه قال ابن قال حدثني عبد الرحمن بن عمار قال سمعت تبع عبد الله احمد بن محمد بن حمد رحمه الله تعالى يقول اصول سنه الاسلام التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل رجال السمع والاذى وترك الخصومات والجلوس مع اصحاب الاهواء وترك الغرام والرجال والخصومات فيه. وكل رجلنا خلينا يكفي هذا كنا ساق عندكم اللالكائي ساق إسناده إلى الإمام أحمد رحمه الله وهذه يتفق هذا الإسناد مع الإسناد الثاني لا أنا أعطني إسناد آخر يعني هذه أوردها اللالكائي كما رأيتم في كتابه شرح أصول الاعتقاد أهل السنة كما أوردها ابن أبي يعلى في طبقاته هاتان نسختان وبإسنادين مختلفين أحدهما يشد الآخر ويؤكد نسبة هذه الرسالة إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة. كذلك الشيخ الألباني يعني وجد مخطوطة في مجموع في المكتبة الظاهرية ونسخها بقلمه رحمه الله وأظن أن هذه لها طريق آخر والله أعلم ويرجع إلى الأسانيد يقارن بينها ونفعل ذلك إن شاء الله إذا سنحت لنا الفرصة. ثم بعد أن ساق الإسناد إلى الإمام أحمد رحمه الله قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فالذي عليه أصحاب رسول الله هو المقياس للمحق المحقين الذين يتمسكون بهذا الأصل وهو ما كان عليه الرسول وصحابة الكرام وما كان رسول الله وصحابة الكرام وخلفاء الراشدون إلا على الهدى والرشاد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم
ولا سيما العقيدة. فأحمد رحمه الله يشير إلى هذا الأصل العظيم وهذه القاعدة العريضة التي لا يمد عنها شيئا من الإسلام وخاصة العقيدة. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله خلافا لأهل البدع، فإنما يتبعون أهواءهم ويتبعون ما يزعمون أنهم يتبعون العقل أو اللغة أو غيرها من القياسات الفاسدة. أما الإمام أحمد ومن سلفه من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام فإن الدين الذي يتمسكون به هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما في مجال العقيدة، فهم لا يخرجون عن ذلك إن شاء الله، وفي ذلك الهدى المستقيم والاقتداء بهم، اقتداء بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم القدوة وهم الأسوة. ويشير إلى ذلك الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. كذلك حديث الفرقة الناجية حينما تحدث الرسول أنها جبنة ستفترق إلى 30 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. ثم قال أيضا حديث آخر فرقتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذه. فالصحابة تمسكوا بها ولم نجد فيهم هابسة إن شاء الله، وزاغ بعض الناس بعدهم يعني في آخر أصل الصحابة وفي بعد ذلك في أوساط عهود التابعين، ثم انتشرت البدع وبدأت فرقة الخوارج والروافض الغلاة في آخر خلافة علي رضي الله عنه. فناظر الخوارج أرسل عبد الله بن عباس يناظرهم، ثم بعد ذلك سد السيوف على المسلمين فقتلهم كما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك من كان في عهده من الصحابة لم يخالف في ذلك أحد ولم ينسق في ذلك قرنان. شاهد أن بيته النجاة وسفينة النجاة، لأنهم شاهدوا نزول الوحي وتلقوا فقه القرآن والسنة وتطبيق ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم قدوة. ولهذا يقول الرسول ما أنا عليه وأصحابي ويقول عليكم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكذلك من أصول فرق البدع اجتناب البدع، لأن البدع فيها الهلاك، وهذه الفرق التي وقعت في البدع توعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كلها في النار، لأنها سلكت سبل الشياطين، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط رسول الله خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا وقال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فمن ترك الصراط المستقيم في عقيدته وعبادته أو فقهه أو ما شاكل ذلك سلك طريقا من هذه الطرق التي على كل واحد منها شيطان يدعو إليه. فالحذر الحذر من البدع والضلالات، وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحذر رسول الله أيضا من أهل البدع، فقال فاتبعت والله تبارك وتعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. لما تلا هذه الآية قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والله بين أن من في قلوبهم زيغ
يتقصدون الفتن، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فلا تجد مبتدعا إلا وهو يتتبع المتشابهات من كلام الله أو من كلام رسوله أو من كلام علماء الإسلام ليضل الناس بذلك بمثل هذه الشبهات التي يتتبعها. وهذا أمر واقع في القديم والحديث، فلا ترى منحرفا عن منهج أهل السنة والجماعة إلا وهو يتبع هذه الشبهات ليقذف في قلوب الناس الفتن مع الأسف الشديد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تمسك بكتابه وتجنب البدع والشبهات والشهوات، وكل بدعة فهي ضلالة، أخذنا الحديث إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فكل بدعة صغرت أو كبرت هي ضلالة لا شك، ومن قال غير هذا فقد خالف النص الواضح الجلي، خالف هذه الكلية التي قالها رسول الله وكان يحكم بها في جل خطبه أو كلها. أما بعد، فإن خير الحديث حديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا في صحيح مسلم حديث جابر. هذه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان إذا خطأ بها اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم عليه الصلاة والسلام، لخطورة البدع وشدتها وخطرها على الأمة وهي ضلالة. ومن يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا مخالف مصادم لهذه الكلية الصادرة عمن لا ينطق عن الهوى مع الأسف الشديد. ومنهم من يقسم يعني البدع إلى واجبات ومستحبات ومكروهات ومحرمات، يعني أقسم الأحكام الخمسة، وهذا غلط، فإن الوجوب لا يثبت إلا بدليل، فإذا ثبت ما يكون البدع بالدليل الموجب هذه ليست بدعة، وإذا ثبت بالدليل الذي يفيد الاستحباب فالبدعة هذه سنة، ليست بدعة، فالتقسيم هذا غلط، يعني يحمل في طياته الخطأ الواضح. ومن أصول السنة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، يعني لا تقسم الجدال، لا تقسم الجدال، لا تخاصم إلا في الموقع الذي ترى فيه الفائدة لمن يطلبها. إنسان يناقشك ليصل إلى الحق، تأكدت منه تفضل وجادلهم بالتي هي أحسن. أما إنسان يريد أن يغالب وأن يصارع وأن يغلب هذا لا تجادل، لأن هذا من جرائم المذموم ومن الخصومات في الدين، صومات المذمومة. فلا تخاصم ولا تماري، بارك الله فيكم، والحكيم يضع الأمور في مواضعها. فمن يحتاج إلى أن يزيل عنه شبهة فبين له بالأخذ والرد بالحكمة والموعظة الحسنة، لا على سبيل المغالبة ولكن على سبيل بيان الحق وتوضيحه وإرشاد مثل هذا المسترشد. والجلوس يعني وترك الجلوس من أصحاب الأهواء، لأن مجالسة أصحاب الأهواء تؤدي إلى الزيف في الغالب، وكثير من الناس يغترون بما عندهم من معرفة وبما عندهم من الذكاء فيخالطون أهل البدع ويعاشرونهم فيأكلهم الله إلى أنفسهم فيقعون في البلد. هذا شيء ملموس، وأشار إلى مثل هذا الإمام بن بطة رحمه الله، قال عرفنا أولاد كانوا يسبون ويقعون أهل البدع فجالسوهم وعاشروهم فأصبحوا منهم، وهذا من المصري كل جمعين المكان. وقد اغتر بعض الناس لأنفسهم من كبار الناس فوقعوا في هوة البدع مع الأسف الشديد. ولا نريد أن نسمي
وهم معروفون عند طلاب العلم. الجلوس مع الأهواء يعني يحتج على ذلك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا تقعد معهم لأن هؤلاء يخوضون في كتاب الله ويقولون على الله بغير علم. فالبدع قائمة على الخوض في دين الله والخوض في كتاب الله، ونسبة هذا الباطل إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول يجب مفارقتهم. والرسول كما قرأنا فإذا رأيتم الذين يتبعون كتابا منهم فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم فاحذروهم. يكون أناس في أمتي يأتونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. هذا أيضا من النصوص المحذرة من مجالسة أهل البدع. أهل البدع إذا هناك أناس أهل جهل ومخدوعين، وأنت عندك علم وعندك حجة وبرهان تدعوهم إلى الحق وتبين لهم فلا بأس. أما تجالسهم على سبيل المخادنة والمصادقة والمحبة والعشرة وما شابه ذلك فهذا خطأ يجر إلى الضلال، ويجب على العاقل أن يتجنبه. وقد حذر من ذلك بعض الصحابة كابن عباس وبعض أئمة التابعين كأيوب السختياني وابن سيرين رحم الله، كان لا يسمع أحد منهم لا يستمع إلى صاحب بدعة حتى لو عرض عليه أن يقرأ عليه حديثا أو آية فيقول لا، فيقال له لماذا؟ وقلبي ليس بيدي، أخشى أن يقذف في قلبي فتنة لا أستطيع أن أنفذها. السلامة لا يعدلها شيء، فلا يعرض من الإنسان نفسه الفتنة خاصة إذا كان يعلم من نفسه ضعفاً.